صباح الخير أعزائي المتابعين في التحليل الفني الصباح لشركة وينز بروكر. عيدو مالكو كريم. عيد اليوم 28 فبراير 2023، وهنتكلم مع بعض الليدي بتاعنا عن أسعار اليورو مقابل الدولار الأمريكي. أداء إيجابي اليورو مقابل الدولار الأمريكي تراجع أكيد في المقام الأول لإحراقات تصحية اللي قام بيها الدولار خلال تداولات أمس بعد بيانات طلبات السلع المعمرة، والتي جاءت طبعا بشكل كبير متضارب ما بين السنوي اللي جه إيجابي وما بين الشهري اللي جه نتيجة أقل من المتوقع. وطبعا ده كان ليه تأثيره القوي زي ما تابعنا على اليورو مقابل الدولار الأمريكي. دي كانت تم بياناتهم من الأخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف شارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح معانا على الشارت، الأداء الإيجابي على مستوى أغلب المؤشرات، أداء إيجابي على الـ EMA، أداء إيجابي على الفلات ترند، على الستوكاستيك، ثبات السعر أعلى المتوسطات السعرية، تقاطع طبعا المتوسطات السعرية الأعلى، وثبات السعر على النقطة المحورية عند 560، ولذلك نتوقع مزيد من الارتفاعات، ولكن بشرط كسر نقطة المقاومة الهامة عند 610 علشان تفتح المجال ل 670 وراها 730، مرة تانية كسر ال 610 وراها 670 وراها 730، السيناريو الآخر معاكس بكسر ال 500 وراها 445 وآخر نقطة عند ال 400. وكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وأتمنى لكم أكيد يوم متداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.